قاضي وتلاتة من رجال الأعمال تناوبوا على اغتصاب بنت غلبانة وسكتوها ب7 مليون جنيه في نظير إن هي تسكت عن أي حاجة ممكن تفضحهم بيها. كمان خلوها تمضي على عقد عرفي بتاريخ قديم إن هي زوجة واحد منهم عشان ما يبقاش ليها أي حاجة قانونية عليهم. الموضوع فيه قاضي وتلات رجال أعمال، يعني ناس معاها فلوس، فإحنا مش عايزين الموضوع ده يعدي وبنت غلبانة مظلومة حقها يضيع، وده دور كل واحد مننا. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة مع منعم، نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبسرعة كده، وقبل ما ابدأ انا عايز حضرتك او حضرتك تفترضي معايا كده ان البنت اللي بنتكلم عليها هي بنتك او بنتك، اختك او اختك، عشان خاطر الموضوع فعلا تقدر تحس بيه واحدة واحدة. بنت من اسكندرية عايزة تشتغل، ودورت على الانترنت ودورت على الفيس لحد ما لقت شركة استثمار عقاري ووافقت ان هي تروح تشتغل معاهم، والناس شافوها عجبتهم شكلا وعجبتهم في الشغل، اشتغلت معاهم يا دوب كام يوم، وبعدين قالوا لها لا احنا هنروح هنشتغل في مارينا. والكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده مش من عندي، ده حسب رواية البنت، حسب اعترافاتها هي لما وصلت للنيابة بعد ما كل اللي حصل لها اللي هتعرفه معانا دلوقتي. قعد معاها صاحب الشركة اللي هو واحد من المغتصبين وقال لها انت شغلك كويس جدا، احنا عايزينك معانا لان احنا بنأسس مكتب هناك في مارينا وعايزينك تسوقي هناك وهتبقي ماسكة الشغل بتاعنا كله هناك، بس لازم تسافري معانا. البنت حست ان في لقمة عيش كويسة وقالت موافقة بعد ما استأذنت اخوها اللي اتأكدوا ان هم هياخدوها هناك، هيبقى في ليها غرفة خاصة بيها داخل الفندق وفي حجز مسبق ليهم قبل ما يروحوا والكلام ده كله. وهم في السكة رجل الأعمال خدها معاه في العربية، هم في السكة قال لها الحجز اتلغى وبقى عندنا مشكلة، فهنضطر ان احنا نأجر فيلا، والفيلا دي هنسكن فيها انا وانتي، انا في مكان وانتي في مكان، ليكي اوضتك مقفولة عليكي مفيش حد هيقرب منك. وللأسف البنت وافقت، وقبل حضرتك ما تجرح فيها عند النقطة دي وتحاول تغلطها وتلقي اللوم كله عليها، حضرتك هي استأذنت أخوها، وأخوها للأسف كمان بقوا قدام أمر واقع، فكان غصب عنها لازم توافق، ووافقت إن هي تسكن معاهم في نفس أو تسكن معاه في نفس الفيلا بحجة إن خلاص كل واحد مش هيبقى ليه علاقة بالتاني وهم مسافرين عشان عملوا بس. أنا مش ببرر اللي عملته، اللي عملته ده غلط وما ينفعش أبدا إن واحدة توافق بوضع زي ده، ولكن الله أعلم إيه الحيثيات الداخلية إن هي توافق على حتة زي دي، ويمكن تكون دي غلطة منها، لكن ده مش مبرر ابدا للي هيحصل لها كله في اللي جاي. واللي حصل ان بعد مرور كام ساعة من قعدهم في الفيلا اتفاجئت بان دخل عليهم ثلاثة من اصدقاء الراجل صاحب الشركة، واحد منهم قاضي. عارف حضرتك يعني ايه قاضي؟ يعني حد هو المسؤول عن اقامة العدل على الارض، ومش اي قاضي، ده قاضي في محكمة الاستئناف. دخلوا على البنت وحاولوا يتكلموا معاها بطريقة شبه لطيفة لحد ما ابتدوا يلمسوها، ولحد هنا البنت ابتدت تعترض على اللي هما بيعملوه ولأ وهو في ايه، وساعتها وجهوها بان احنا جايبينك هنا عشان خاطر هنعمل 1 2 3 في انتظار يعني ان البنت دي تكون بنت رخيصة وتوافق على اللي هما هيعملوه. البنت رفضت وضربوها وفعلا تناوبوا وابتدوا في اغتصابها. البنت الغلبانة صحيت بعد كام ساعة لقت نفسها مش بنت، ولقت نفسها تم اغتصابها وحالتها يرثى لها، حاولت تصرخ قاموا ضاربينها تاني وتناوبوا على اغتصابها مرة تانية لحد ما اغمى عليها، وبعد ما فاقت لقت البهوات في حالة تامة من السكر وفقدان الوعي وشبه مش موجودين اساسا. خدت بعضها بمنظرها اللي يرثى له وطلعت على الفيلا اللي جنبيهم او الشاليه اللي جنبيهم، استنجدت بالست الكبيرة اللي موجودة هناك اللي مجرد ما شافت منظرها استغربت وتعاطفت معاها. في ايه؟ قالت لها حصل معايا كذا وكذا، وخدتها بسرعة وطلعت على اسم شرطة مارينا ودخلوا على الاسم. هناك ابتدى الموضوع ياخد جدية بشكل كبير، لان منظر البنت لوحده وهي داخلة عليهم كان كفيل ان هم يتضايقوا من قبل ما يسمعوا اي حاجة.
وطبعا الجواب كان باين من عنوانه وايه اللي حصل لها. وبعد ما حكيت لهم كل حاجة اتحركت قوة من القسم وتوجهوا على المكان هناك وحاولوا يقبضوا عليهم، لكن طبعا بما ان في قاضي وسطهم استنوا لما يستصدروا امر قضائي، لان ممنوع القبض على قاضي الا باذن من المجلس الاعلى للقضاء، وحاليا هم قيد التحقيقات بيتحقق معاهم. وطبعا البنت نفسها لما اتكلمت بقى على موضوع السبعة مليون جنيه ده قالت ان هم حاولوا يسكتوها لما لقوا ان هي مش ناوية تعدي الموضوع او مش ناوية تقول عادي اللي حصل اللي حصل بقى واكمل بقى على كده وكأن مفيش حاجة. لا، البنت هددت بفتحهم، ولما هددت بحاجة زي دي هم خافوا وعرضوا عليها انهم هيدوها 2 مليون جنيه دلوقتي وبعد ما الموضوع يسكت وما يبقاش فيه اي حاجة او اي مشكلة عليهم هيدوها 5 مليون جنيه، يعني محصلة 7 مليون جنيه، واسكتي وما تفتحيش بقك وكأن ده تمن لشرفها. طبعا هو بالنسبة لبنات تانية رخيصة ده يبقى تمن غالي جدا، لكن مهما كان الشرف ملوش تمن حتى لو هيوزنوه بالملايين. البنت كانت خايفة تتكلم في العقد اللي وقعت عليه بتاريخ قديم عشان خاطر خايفة ان ده يضعف موقفها في القضية، لكن وكيل النيابة واللي بيبشروا القضية معاها طمنوها ان حقها عمره ما هيروح على الجريمة اللي حصلت معاها، ويكفي شهادة الشهود اللي موجودين حوالين المكان. اما بقى بالنسبة للي ما يتوصفوش حتى بالحيوانات عشان ما يبقاش فيه اهانة للحيوان، انت كده استفدت ايه؟ وايه هي المتعة اللي ممكن تحصل عليها من ورا اغتصاب بنت هي مش عايزاك ومش عايزة حاجة زي دي؟ ما تروحوا تدوروا على اللي شبهكم، ما هم هيوافقوا وهيرضوا بارخص من كده لانهم زيكم. اما بخصوص البنت دي فربنا يصبر اهلها ويرجع لها حقها ويعوضها يا رب عن اللي حصل لها ده نفسيا ومعنويا. وكلامي بقى لحضراتكم، خدوا بالكم على عيالكم من ناحية نقطة الشغل دي بالذات، لان ما بقاش فيه حاجة مضمونة. اهل البنت راحت واشتغلت والدنيا مشيت تمام، وعلى الرغم من كده كل حاجة باظت. ورجاء من حضراتكم ما تبطلوش تتكلموا عن الموضوع ده عشان الموضوع ما يتنسيش، لان الناس دي بفلوسها ونفوذها بتراهن على الوقت ومستنية ان الناس تنسى والموضوع يموت. ما تبطلوش تتكلموا عن الموضوع بينكم وبين بعض وبين الناس لحد ما البنت دي نطمن ان حقها رجع لها. ولحد هنا انا بشكر كل حد كمل معايا الفيديو للاخر، وكان معاكم منعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.